المفكر الكبير الدكتور سعيد توفيق، أستاذ الفلسفة وعلم الجمال بجامعة القاهرة، تولى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة مرتين في الفترة من فبراير 2012 حتى يونيو 2014. حصل على الدكتوراه في الفلسفة عام 1987، وعمل أستاذاً للفلسفة بكلية الآداب، كما ترأس قسم الفلسفة فيها خلال الفترة بين عامي 2009 و2012. وخلال الرحلة الأكاديمية للدكتور سعيد توفيق، عمل في العديد من الجامعات المصرية، وأستاذاً زائراً بجامعة الإمارات، وأستاذاً لعلم الجمال بجامعة السلطان قابوس. وشغل الدكتور سعيد توفيق عضوية عدد من الهيئات والجمعيات العلمية، منها اتحاد كتاب مصر، ولجنة الفلسفة في المجلس الأعلى للثقافة، والجمعية الأمريكية للفينومينولوجيا والفنون الجميلة وعلم الجمال. واختير الدكتور سعيد توفيق عضواً في العديد من المراكز والأكاديميات، وفي هيئة تحرير مجلة الفلسفة والعصر، ومجلس أمناء بيت الشعر، ومستشاراً للجنة الترجمة بالمركز القومي للترجمة، وعضواً بلجنة تحكيم جوائز الدولة التشجيعية، كما ترأس تحرير سلسلة الفلسفة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئاسة تحرير مجلة الفكر المعاصر. وحصل المفكر الكبير على العديد من الجوائز خلال مشواره المهني والأكاديمي، منها جائزة الشيخ مصطفى عبد الرازق عن رسالة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة القاهرة، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية عام 2007. ومن أبرز مؤلفاته كتب فلسفة التأويل آفاقها واتجاهاتها، وأزمة الإبداع في ثقافتنا المعاصرة، والفن تمثيلاً، ونشيج على خليج حكايات وافد على بلاد النفط، والفن والإبداع، وتأويل الفن والدين، وعالمية الفن وعالمه.